للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد صلاح الزهار الكاتب الصحفي، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن العديد من التطورات وأيضا العديد من المستجدات بالمعطيات الراهنة وبسؤال عنوان هذه التغطية الرئيسي، غزة إلى أين؟ أستاذ محمد، كيف ترى المشهد في الفترة القادمة؟ نعم أستاذة مارينا، دعينا نقول أن القراءة المتأنية والمتعمقة للمشهد تشير إلى أن نتنياهو يعني وكما هو معروف عنه دائما ما يلجأ في اللحظة الأخيرة إلى اتخاذ القرار الذي يطالب به الذين هم حوله، وبالتالي دعينا نرى ونحلل أنه هناك تسريبات من الإعلام الأمريكي بأن هناك اتفاق أو لقاء مرتقب بين ممثل عن المخابرات المركزية الأمريكية والموساد، سوف يلتقون أو يلتقيان في أوروبا لدفع أو لإعادة مباحثات أو تفاوض حول الوصول إلى وقف الإطلاق النار سوف تبدأ. هناك أيضا كما تابعنا وكما تابعت معكم في هذه النشرة التطورات الداخلية الضاغطة على نتنياهو، التطورات الضاغطة من جانبين، من الجانب الأول هو جانب محاولة أو مطالبة بعض المحتجين بإسقاط هذه الحكومة وتبكير مواعيد الانتخابات العامة، إضافة إلى النقطة الثانية في بدء الكلام أو التحدث حول القصور الأمني والمخابراتي الذي حدث في 7 أكتوبر الماضي. الحقيقة عندما ننظر إلى كل هذه المستجدات بشكل واضح نكتشف يعني لا يمكن أن نكون حسن الظن بإسرائيل وبمن وراء إسرائيل، لأنها يمكن أن تكون منصاعة لأي جهود أو لمطالبات بوقف الحرب أو ما إلى ذلك. لا، نحن لم نعتاد من دولة إسرائيل ولا من رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي أي نوع من أنواع الليلة السليمة أو الهدوء أو التبني وجهة نظر العقل، ولكن يعني نحن أو أنا بشكل شخصي أتوقع أن هناك يعني نوع من المحاولات لإيجاد حل، أظن يعني أنه يعني هذا أمر من أو تخيلي يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي أنه على وشك أن يصدر قرار أو يعني يبدو منه أنه حريص على السير في مسألة المفاوضات. لماذا تقرر إسرائيل الآن العودة إلى التفاوض؟ هي لم تقرر كما أشرت، ولكن عندما تقرأ الأخبار بشكل أو بآخر تجد أنه قرار عودة، مجلس الحرب يقرر السماح لوفد المفاوض بمزيد من الصلاحيات داخل المفاوضات التي لم يتم الاتخاذ قرار بشأنها بعد، ولكن في نفس الوقت تجد الإعلام الأمريكي يسرب خبرا أو يقول خبرا عن مصادر في البيت الأبيض أن مسؤول CIA سوف يلتقي مع مسؤول الموساد ووفود التفاوض في أوروبا. هذه الأمور عندما نضعها جنب بعضها، هذين الخبرين عندما نراهما هكذا يعني نكتشف أن هناك يعني عملية ترتيب ربما أو تراجع يعني في نوع من أنواع اللي عارفه بالبلدي الكسوف، يعني هم مش عايزين يرجعوا بشكل واضح، ويبدو خصوصا ان هم وباجراءاتهم الجانب الاسرائيلي والاجراءات التعسفيه والسلف والغرور واستمرار عمليات القتل التي ترتكب بحق الفلسطينيين هم من جعلوا المفاوضات توقف، هم من جعلوا ان الدوله المصريه ترفع يدها عن اي مساعدات، هم من رفعوا او هم من ادوا او الجانب الاسرائيلي من دفع بالدولة المصرية إلى التحذير بإعادة النظر في المفاوضات أو في المعاهدات المصرية الإسرائيلية، هم أيضا من دفعوا الدولة المصرية إلى الانضمام بشكل واضح إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل لإجبارها على وقف إطلاق النار وعلى وقف العنف. وهنا أستاذ محمد، يعني بالحديث عن هذه النقطة، كيف ترى الشفافية ووضوح وثبات الموقف المصري سواء على مستوى الخطوات السياسية أو الرد إعلاميا والرد أيضا من خلال التصريحات الرسمية على الشائعات من قبل إسرائيل؟ نعم، دعيني يا أستاذ أسأل أو يعني أجيب على سؤالك من النقطة الأخيرة لنبدأ في النقطة لننتهي بالنقطة الأولى. الشائعات التي أثيرت حول الوفد المصري في التفاوض وادعاء أن هناك تغييرات وما إلى ذلك كلام لا يصل إلى أدنى مستوى في العقل. هذه كما أشرنا هي محاولات ل يعني إشغال الرأي العام في مصر
لإلقاء التبع على مصر لإيجاد نوع من أنواع المحاولات للمماحكة لكي يكون هناك دفاع مصر عن نفسها، ولكن مصر كانت حاسمة في تكذيب هذه الرواية المكذوبة بالأصل ضد العقل. ومصر قالت أيضا هي لم تتوقف عند التكذيب أو توضيح الأمور على أكثر من مستوى، من توضيح الأمور على أكثر مستوى رسمي أو مستوى إعلامي، ولكن مصر هددت بأنها سوف يعني تغادر أو تنسحب من المفاوضات. هي ردت بالرد الذي يعني يتفاهم أو يتوائم أو يتفق مع العقل الذي يدير هذه الشائعات. هي مصر تجاوزت، هي مصر قفزت إلى الأمام، طيب نحن لن نشارك أو نهدد بالانسحاب. ومن هنا بعد ساعات قليلة من هذه الأزمة التي أثارتها التصريحات أو التقرير الصحفي المكذوب، بدأنا نسمع من المخابرات الأمريكية ومن الإعلام الإسرائيلي ومن الهيئات البث، هيئة البث الإسرائيلية ومن جهات أخرى، أن هناك انطباع يقول أن الإسرائيليين يسعون للعودة. نقطة هامة ولافتة جدا أستاذ محمد. نعم. وبالتالي يعني المفوض المصري، الدولة المصرية لها يعني باع طويل في التعامل مع دولة إسرائيل بشكل أو بآخر، لها قدرة على التفاوض بشكل يعني يحسد عليه المفوض المصري، في صبر طويل. كل هذه الصفات كانت أو تلتزم بها أو يلتزم بها الوفد الممثل لمصر لكي يكون هناك حرص على حقوق الفلسطينيين، لكي يكون هناك يعني محاولة لجذب أو لجلب أكبر قدر من الفوائد، سواء في زيادة عدد الشاحنات المعبأة بالمساعدات أو في إيجاد هدنة أو ما إلى ذلك. يعني الجهود المصرية دوما ما يعني تتحرك بمسؤولية وليس بوساطة دولة محايدة، لا، مصر تتحرك بمشاركة أو بدافع الأخوة، دافع المنطق العربي، أن مصر دولة كبرى، بدافع أن مصر لديها ثقل سياسي في المنطقة. اعتبارات عديدة تمارسها مصر عندما تدخل في أي تفاوض خاص بالفلسطينيين. هذه النقطة الأخيرة التي سألت عنها، إذا ما عدنا إلى الموقف المصري بشكل عام من هذه الأزمة، دعيني أقول، وأنا قلت هذا الكلام كثيرا وأكرره ولا أمل ولا يعني أكل من تكراره لأنه حقيقة واقعة، أقول بشكل واضح ومحدد أن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم التي أبدت موقفا موحدا ثابتا منذ اللحظة الأولى لنشوب أحداث 7 أكتوبر أو ما بعدها إلى الآن. الدولة المصرية خطابها السياسي، تحركاتها، سعيها على كافة المستويات هو ذات النهج الذي أعلنه رئيس الدولة في بداية هذه الأزمة عندما استقبل وزير الخارجية الأمريكي. ودعينا نذكر بعضنا أن السيد رئيس الجمهورية المصرية السيد اللواء السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان حريصا على أن يعلن موقف مصر في لقائه أو في استقباله لوزير الخارجية الأمريكي على الهواء مباشرة. الرئيس كان حريصا على توضيح معالم والرؤية المصرية واضحة بشكل واضح للرأي العام في مصر والرأي العام في المنطقة العربية والرأي العام العالمي، لأن هذه القضية هي قضية لها تداعيات على كل التجمعات التي أشرت إليها. صحيح، يعني هذه نقطة هامة، فكرة شفافية ووضوح وثبات الموقف المصري. ولكن بالحديث على عن المنطقة بشكل عام، بالطبع للحرب على غزة تبعات خارج غزة، وهذا يدفعني إلى سؤال، ماذا تريد إسرائيل من منطقة الشرق الأوسط؟ إسرائيل الآن تريد من منطقة الشرق الأوسط إشعال المزيد من النيران، بحكم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أنه مقبل على أزمة سياسية خانقة، وهو يريد أن يطيل بشكل أو بآخر أمد هذه الأزمة لكي يحدث أي شيء يعني يلهو الرأي العام في إسرائيل والجهات القضائية والجهات التحقيقات عنه، وانصح التعبير بالبلدي، يعني يلهو عنه أو يعني يتشغل عنه. لأنه بالأساس وكما أشرت أنت في أحد الأخبار أن هناك تباينات حول التقصير أو حول تلقي مكتب رئيس الوزراء وزعيم المعارضة تحذيرات من أن هناك تقارير أو من أن هناك احتمالات
من قيام حماس بعمل عدائي ضد إسرائيل. وقبل قليل حضرتك أشرتي إلى أن مكتب رئيس الوزراء نفى هذا الكلام بغض النظر عن صحة الخبر هذا أو كذب هذا، ولكن كل هذه الأمور مقدمات وإشارات تشي أو تقول أن هناك بلا أدنى شك سوف تكون جولة تحقيقية أو جولة استقصائية سوف تكون. هل ينم عن حالة تخبط في الداخل الإسرائيلي أستاذ محمد؟ وليس بالتخبط، ولكن هناك عملية استغلال للأحداث بشكل سياسي. من يستطيع مد نتنياهو يعني يريد أن يطيل أمد الصراع بلا عقل لكي يكون هناك مهرب، ورأينا أنه حاول أكثر من مرة أن يوسع دائرة النزاع، وحاول أن يكون هناك توسيع للنطاق في هذه المرحلة من الصراع مع لبنان مع سوريا مع إيران. والحقيقة أن الأطراف الأخرى كانت على جانب كبير من المسؤولية، فإنها لم تنصاع إلى المغامرات الإسرائيلية، وكانت ردود كل هذه الجهات فيما يتعلق بالصراعات الدائرة في النطاقات التي تجري فيها عمليات المواجهات بين إسرائيل وهذه الجهات في نطاق من عدم التصعيد الذي يريده نتنياهو والذي يريده وزير دفاعه، لأن وزير دفاعه أصبح الآن هو شريك في نتنياهو في هذه المأساة التي ألمت بالشعب الفلسطيني. ومن هنا دعينا نقول أن التخبط الذي أشرت إليه حضرتك هو تباين في الآراء وليس تخبط، بمعنى أن الحاكم الآن أو القرار الحاكم الآن يصدر من رئيس الحكومة الإسرائيلية، الحاكم الآن أو الذي يدير الأمور مجلس الحرب برئاسة نتنياهو، الذي يقول الأمور تقول أن حتى اللحظة هناك نوع من أنواع الدعم الذي يقدمه الشعب الإسرائيلي لنتنياهو. ولكن كما أشرت أيضا حضرتك في خبر بيقول أن هناك 70% من أبناء أو من الشعب الإسرائيلي في استطلاع أخير مع تقديم موعد الانتخابات المقبلة. كل هذه الأمور تعني أن هناك عمليات من التباينات في الآراء حول الحرب واستمرارها، حول التفاوض وضرورة الإسراع به، حول ضرورة حول استمرار نتنياهو أو 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 الدعوة لانتخابات جديدة. يعني كل الأمور الحاكمة في الدولة الإسرائيلية في هذه المرحلة محل تباين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك آراء ضد وآراء مع، ولكن بين ساعة وأخرى. هل نفس الشيء ينطبق على واشنطن؟ يعني أستاذ محمد لنلقي نظرة تحليلية أكثر عمقا على الموقف الأمريكي، أنا أذهب إلى نقطة وخبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية يصف عملية دخول المساعدات إلى غزة عبر البحر بالمعقدة وأنها تتطلب الكثير من التنسيق. إذن كيف نرى هذا الرصيف البحري، توقيت استخدامه، ما انعكاسات أيضا هذه الأخبار أو مثل هذه الأخبار على الأرض من الداخل في غزة؟ هناك كارثة إنسانية حقيقية وسط تعنت أمريكي وإسرائيلي. نعم، دعينا نقول وبشكل شخصي أو أقول هذا بشكل شخصي أن هذه الأزمة كاشفة عن أمور كثيرة في علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية. هي لم تكن هذه الأمور الكاشفة أو الجديدة أو لم تكن بجديدة بالقصد، ولكن دعينا أقول أن العلاقة أو أن هذه العلاقة بين إدارة نتنياهو وإدارة بايدن على الأقل وضع فيها أن نتنياهو يتلاعب بإدارة بايدن كما يريد. الإدارة إدارة بايدن على هذه في هذه المرحلة من الحرب أو من الصراع، هذه الحلقة من الصراع العربي الإسرائيلي، تبين أن نتنياهو يفعل ما يريد بدعم وتوريط الإدارة الأمريكية. وإليك الأسباب أو إليك الرؤى، دعينا نقول أنه بغض النظر عن الموقف الأمريكي المساند للجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وأنا أعتقد وأرى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك رئيسي وجهة متورطة في ما جرى في الأراضي العربية المحتلة أو في قطاع غزة بالتحديد. ولكن فيما يتعلق بالأمر الآخر، هو نتنياهو كان يعتقد أن مسألة تصدير الأزمة أو أزمة قطاع غزة للدول المجاورة كان يراها حلا ممكنا. ودعيني أعيد التذكير بما قاله الرئيس المصري عندما التقى الرئيس أو وزير خارجية أمريكا في الموقف المصري، فأن مصر ترفض أن يتم تهجير إسرائيل قصريا وحل المشكلات أو ترحيل المشكلات لمشكلات إسرائيل إلى دول أخرى. من البداية الرئيس المصري كان يدرك أن هذا هو نهج إسرائيلي، يدرك أن هذا هو
هدف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يتم الضغط على الفلسطينيين باتجاه الدخول إلى قطاع إلى سيناء، ومن ثم يعني يعيد النظر في غزة وهي فارغة كما تخيل. ومن هنا كان الرفض المصري واضحا. على الجانب الآخر الوضع الأمريكي أو الرؤية الأمريكية لم تكن حاكمة، لم تكن يعني متصورة ما يمكن أن يجري على الأرض، وصارت في يعني أو مضت في تفهم ما يقوله نتنياهو. ومن هنا مسألة الجسر البحري أو الميناء أو الرصيف البحري الذي تم إقامته في منتصف غزة على البحر المتوسط، هذا الأمر لن يكون هو يعني أو دعينا نقول بالعكس، أن الدولة الإسرائيلية الإدارة الأمريكية أقامته توافقا مع الإرادة الإسرائيلية لكي يكون هناك منفذ لإخراج الفلسطينيين من غزة بعدما فشلت جهود دفعهم إلى مصر أو محاولات دفعهم إلى مصر. ومن هنا أيضا سوف تفشل عمليات استخدام هذا الجسر سواء في إدخال المساعدات أو في إخراج الفلسطينيين قصرا منهم، لأنه الفلسطينيين في أراضي غزة، وبعدما بعد كل ما رأوه من يعني جرائم وجرائم وممارسات إسرائيلية إجرامية، لديهم يعني قدرات على التحمل تتجاوز رؤية الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية. لن يترك الفلسطينيون غزة مهما حدث.